10 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد أن اختبروا مرارة السجن دون تهمة أو محاكمة، وعاشت عائلاتهم لوعة الفراق. فإسرائيل اعتقلتهم إداريا وتعمل على تمديد اعتقالهم دون سند قانوني وتحت عنوان ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا. هذا الاعتقال هو ميراث الحكم البريطاني البائد لاحتلال سجوني أسوأ. نحن ندعو الآن العالم كله وبالذات البرلمانات العربية والإسلامية إلى التحرك السياسي والقانوني من أجل إنهاء الاعتقال الإداري. وأمام هذه السياسة الإسرائيلية أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات عاملة في شؤون الأسرى عن إطلاق الحملة الوطنية والدولية لإنهاء الاعتقال الإداري، حملة ستستمر لمدة شهر تشمل حملات إعلامية واعتصامات ومسيرات. المطلوب دوليا من لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر أن تقوم بالضغط على الاحتلال لوقف هذا التعسف الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، بوقف الاعتقال الإداري نهائيا والإفراج عن كل المعتقلين الإداريين. أكثر من 500 أسير فلسطيني معتقلين إداريا في خرق واضح لبنود القانون الدولي الإنساني. هناك قرابة 550 أسير فلسطيني معتقلين إداريا، من بينهم أكثر من 10 أسرى مضربين عن الطعام احتجاجا على هذه السياسة العدوانية التعسفية. اليوم نقول للعالم بأننا نحن الضحية الحقيقية وليس الاحتلال الإسرائيلي. ويتعرض الأسرى الإداريون كغيرهم من الأسرى لموجات من القمع والاعتداءات ومصادرة أغراضهم، إضافة إلى الإهمال الطبي. منذ العام 67 لجأت إسرائيل إلى سياسة الاعتقال الإداري بحيث لا تعلم الأسير أو محاميه بتهمته، ما يحرمهم من المحاكمة أو معرفة سنين الاعتقال، ويمكث في السجن بناء على أوامر عسكرية. في سليم الغد، غزة فلسطين.